كريمة. وصلت مشاهدي الكرام بالإذاع الجعدان المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. مسافتنا المعتادة والمقررة في سباق صباح هذا اليوم هي 6 كيلومترات، المسافة الفعلية لهذا السن في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المثير. نسير بالصدارة، نتابع البداية ومقدمة هذا الشوط، وأرى العبار، أرى العبار اللي عبر إلى مقدمة هذا الشوط بشعار زايد بن حمد بن علي العويسي، من ينطلق بناموس هذا الشوط في هذا الاندفاع الجميل يلي مع المركز الثاني. مع المركز الثاني أرى في هذه اللحظات القسورة بشعار سالم بن محسن الويهي العفاري، من ينطلق مع المركز الثاني ومع المركز الثالث. نتابع وادع الحميد بن غاسي بن سعيد العمري، من ينطلق مع المركز الثاني، المركز الثالث ومع المركز الرابع. تحديات جميل لمحمد بن عوض بن مبارك الفلاحياتي على مستوى المركز الرابع ومع المركز الخامس. الاسم القادم أراهني الغزال لعلي بن عبد الله بن علي بن ضاعن الغفلي في تقدم هذا الانطلاق ايضا والتحدي الجميل والرائع. ومع المركز السادس، شعار محمد بن احمد بالخزع العامري على ظهر الذيب يتقدم ايضا، يشق طريقه الى المراكز المتقدمه. ومع المركز السابع، وصل شاهين علي بن محمد بن سالم الوهيبي في تقدم شاهين على مستوى المركز السابع. الثامن الانطلاقات اليذاب شعار مطر بضعيف بن حمد بن غدير الكتبي ينطلق على مستوى المركز الثامن. وتاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام أرهني أبهى لمح أحمد بن عبد الله بن محمد بن شيلة العامري، من يعلن تقدم أبهر مع المركز التاسع وعاشر. الانطلاقات القدوم من ظبيان لمحمد بن طبازة بالدودة العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المثير. ولكن لنعود مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط، والعبار على رأس الحربة منذ البداية يقود هذه الجموع بشعار زايد بن حمد بن علي العويسي، من ينطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية بهذا الاندفاع المثير والرائع. نتابع المركز الثاني وأرى القسورة مع المركز الثاني القادم بكل قوة، سالم بن محسن بالويهي العفاري في متابعة القسورة مع المركز الثاني. ثالث التحديات الانطلاق القادم من جميل لمحمد بن عوض بن مبارك الفلاحي. ثلاث المراكز الأولى اللي بدوا بالابتعاد تدريجيا عن بقية المراكز مع مغادرتنا للوحة 3 كيلومترات، انتصاف المسافة والعد التنازلي لمجريات هذا الشوط لرحلة 6 كيلومترات في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. مع شوطنا 20، شوط الختام، شوط الانتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. الذيب مع المركز الرابع محمد بن احمد بالخزع العامري، واهل القطاع الجنوبي القادمون ايضا مع تحديات الذيب على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس وصل الغزال لعلي بن عبد الله بن علي بن ضاعن الغفري بينما انطلقنا. مع المركز السادس أرى الجذاب مع المركز السادس بدأ بالانطلاق المثير، ومطر بضعيف بن حمد بن غدير الكتبي في متابعة وتقدم الجذاب مع المركز السادس بينما انطلقنا. مع المركز السابع بأرى شاهين لعلي بن محمد بن سالم الوهيبي، النقلة التالية مع المركز الثامن. والقدوم من الجانب الآخر التسلل في هذه اللحظات وفي هذا الأداء المثير ظبيان
الان محمد بن طبازه بالدوده العامري في متابعه وانطلاق الظبيان مع المركز الثامن تاسع الانطلاقات من الجانب الاخر موادع لحميد بن غاسي بن سعيد العمري ومع المركز العاشر الاسامي القادمه في هذه اللحظات نتابع أيضا القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق المثير نتابع مشتاق لعبد الله بن سالم بن محمد بن مشلش أو أردت تسلل بالفعل من الجو مع المركز العاشر نابت بن محمد بن خيلة العامري من يتقدم أيضا مع الجو على مستوى المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا العشرة المتقدمة في هذا الشوط حيث أن بدينا بالاتجاه السليم والصحيح إلى خط النهاية والمنصة الرئيسية ما شاء الله تبارك الله مع الكوكب الثلاثية نتابع العبار اللي يعبر الأمتار مترا تلو الآخر منذ البداية يقود هذه الجموع زايد بن حمد بن علي العويسي في متابعة العبار اللي ينطلق بالصدارة يلي مع المركز الثاني الجميل لمحمد بن عوض بن مبارك الفلاحي القادم من الوثبة القادم أيضا من هذا التحدي الجميل والرائع ومع المركز الثالث نتابع القسورة مع المركز الثالث لسالم بن محسن بلويهي العفاري من يتابع القسورة مع المركز الثالث والكيلو المتر الأخير والخطير الصدارة ومقدمة هذا الشوط والعبار منذ البداية يقود هذه الجموع زايد بن حمد العويسي من يتابع العبار ولكن التحديات مع جميل لمحمد بن عوض بن مبارك الفلاحي القسورة مع المركز الثالث للسالم بن محسن برويهي العفاري والتقدم من ظبيان يا محمد بن طبازة بالدوده العامري من الجانب الآخر انطلاقة مثيرة ورائعة أيضا بهذا الانطلاق للذيب لمحمد بن احمد بن خزع العامري والجذاب مطر مضعيف محمد بن غدير الاكتبي واللحظات الاخيره القسوره قاد المجموعه وظبيان قادم يتسلل في اللحظات الاخيره انطلق بالمقدمه ظبيان محمد بن طبازه بالدوده العامري والقسوره مع المركز الثاني اللحظات الأخيرة ولكن الجذاب ينطلق بناموس هذا الشوط في اللحظات الأخيرة مطر بضعي بن حمد بن غدير الاكتبي اللي جذب الصدارة جذب المقدمة سلام مرغم سلام مع الأداء المثير اللي قدمه الجذاب ولحظات وصوله إلى خط النهاية تهانينا لمطر بضعي بن حمد بن غدير الاكتبي وتهانينا لضعي بن حمد بن غدير الاكتبي ايضا داعما لهذا الشعار بينما اللي وصل مع المركز الثاني ظبيان محمد بن طبازه بالدوده العامري المركز الثالث قسوره لسالم بن محسن بلويهي المركز الرابع جميل محمد بن عوض المبارك الفلاحي المركز الخامس الذيب لمحمد بن احمد بن خزع العامري ينطلق مع المركز الخامس هذه النتيجه مشاهدينا متابعي الكرام للخمس المراكز الاولى لنا عوده مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الجذاب الى خط النهايه يقطع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 21 ثانية 9 الزامن الثانية تهانينا لمطر بضعية بن حمد بن غدير الاكتبي بينما اللي وصل مع المركز الثاني وقدم أيضا عرض يشكر عليه ظبيان يأتي بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 22 ثانية وجزئين من الثانية تهانينا لمالك ظبيان محمد بن طبازة بالدودة بن علي العامري واللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات وصول القسورة 9 دقائق 24 ثانية 3 أجزاء من الثانية تهانينا لسالم بن محسن بلويه العفاري تهانينا للجميع والناموس وإلى ملخص سباق هذا الصباح مع الزميل حمد بضبي بالشامسي.